سلام عليكم. ده صحت الله. ها كيرا سلطان. لا ده مؤاخذة عايزين نطبق على الجاموسة دي. ايه ده هي صارف؟ بس على الله تكون بتعلفها كويس. الا بعلفها والنبي بعلفها قبل ما اعلف العيال في البيت. انما ايه دخل التغذية في العشق يا دكتور؟ لا مؤاخذة يعني. ازاي بقى يا سلطان؟ دي التغذية دي مهمة جدا جدا، لان طول فترة نقص التغذية بيؤدي الى نقص في وزن الحيوان، وده بيقلل التبويض عند الاناث وبيقلل الشياه. عجبي يا سلام. امال، وكل ما انخفضت معدلات الغذاء بتنخفض معاها نسبة الاخصاب. والعلمك بقى، زيادة الفوسفور ونقص الكالسيوم في العليقة بيؤدي الى انخفاض الخصوبة وولادة عجول ضعيفة. في الحالة دي بقى لازم نضيف كربونات الكالسيوم على العليقة اللي هي الجير المطفي يعني. وايه كمان يا دكتور؟ نقص البروتين في العليقة او زيادته عن المعدل الطبيعي بيؤدي الى انخفاض الخصوبة في الجاموس. يعني تفوت كتير؟ طبعا. وخلي بالك من نقص الفيتامينات، وخصوصا فيتامين ألف، لانه مهم جدا لولادة عجول صحيحة ما فيهاش عمى. اما نقص الدهون في العليقة فده بيؤدي الى عدم استفادة الحيوان من العليقة. ويا ترى فترة العشق تطلع قد ايه؟ 10 شهور ونص تقريبا. وطول فترة العشر لازم تتغذى غذاء جيد عشان الجنين يتغذى معاها ويزيد وزن. بس احنا يا دكتور دلوقتي في اخر الخريف، والتوقيت ده نهاية فترة العشر في الجاموس. معنى كده ان فترة العشر هتكون في شهور الصيف الجافة واللي فيها الاعلاف الخضراء بتكون قليلة. انا ملاحظ يا دكتور ان وزن الجاموسة في الصيف ما بيزيدش كتير، يا ترى ايه السبب؟ بسبب الحر، لان الحر بيخلي الجاموس ياكل قليل فده بيأثر على النمو. طيب ونتصرف ازاي؟ لازم تتأكد من كفاية الغذاء وقيمته العالية، ويفضل العليقة الخضراء زي الضراوة مثلا او الذرة السكرية، وممكن الدريس لان قيمته الغذائية عالية. وكمان تخلي بالك على الحيوان من الحر الشديد. ازاي؟ اولا ما تعرضوش للشمس فترة طويلة وترش جسمه بالمية. ثانيا من الافضل ان الجاموسة العشر تفضل طول النهار في حتة ظل، وبالليل تدخلها الزريبة. ومهم جدا انك تقاوم الطفيليات الداخلية والخارجية، واذا ظهرت الطفيليات دي تجيلي على طول، ولازم تطهر الزريبة كل شهر مرة. كل ده بيساعد على زيادة وزنها هي والعجل اللي في بطنها. وطبعا وزن العجل وقت ولادته بيبقى من 28 ل 38 كيلو. بنغذيه بلبن السرسوب لمدة 3 ايام. كويس؟ كويس. بعد كده بنبعده عن امه وبنغذيه بلبن جاموس عادي جدا بواسطة الجردل، وده حسب وزنه. هتقول لي قد ايه تقريبا؟ هقول لك تقريبا كده حوالي 10% من وزن العجل. اسم الله على مقامك يا دكتور. ومن الاسبوع الثاني لحد ما نختمه نعمل ايه؟ الفتره دي بتبقى حوالي 15 اسبوع. في الفتره دي بقى بنغذيه دريس برسيم جيد، وكمان علف بادي سواء للعجله او العجل. لا مؤاخذه يا دكتور، وايه بقى مكونات العلف البادي؟ لو هتعمل 100 كيلو علف يبقى 63 كيلو ذره، و25 كيلو كسب بذره قطن مقشور، و8 كيلو ملاس، و2 كيلو فوسفات الكالسيوم الثنائية، وكيلو مخلوط أملاح معدنية، وكيلو مضادات حيوية. وبعد كده نفطمه؟ بعد 15 أسبوع نفطمه. وبمجرد الفطام بنكون تعدينا مرحلة الخطر اللي بتسبب النفوق أحيانا، وكمان تكون مرت فترة التغذية المكلفة اللي انت بتغذيه فيها باللبن، وبيكون وزن العجل أو العجلة من 90 ل 95 كيلو. والتغذية بعد كده يا دكتور مهمة؟ طبعا الرعاية الغذائية بعد الفطام بتؤدي للنضج الجسمي والجنسي المبكر، وده بيزيد الخصوبة في الحيوان وبيؤدي الى طول فترة الحياة الانتاجية اللي سعادتك بتستفيد فيها من عدد الولادات. ولازم تستمر الرعاية الغذائية بعد الفطام لغاية ما يتم عمرها سنة. وفي الفترة دي بتكون فيها تغذية عجلات الجاموس على العلف البادي من 2 ل 2.25 كيلو في اليوم. بعد كده تتغذى على العلف المركز العادي بالإضافة للعليقة الخشنة اللي هي تبن القمح أو دريس البرسيم أو قش الرز. وبعد 12 شهر نعمل إيه؟ بتحتاج عجلات الجاموس من 2.5 ل 3 كيلو في اليوم من العلف المركز،
وده بيغطي احتياجات الحيوان من الطاقة والبروتين اللي بيحافظ على العمليات الحيوية في الجسم لاستمرار حيوية الحيوان. وإيه كمان يا دكتور؟ بعد السنة الأولى بتغذي عجلة الجاموس على العلف المصنع والذرة، ودول بتبقى نسبتهم 70% من علف الجاموس، والتلاتين في المية بتبقى تبن قمح ودريس برسيم، وبيوصل وزن العجلة لتلتمية كيلو عند عمر 15 شهر، ولما يتم التلقيح بتكون نسبة الإخصاب حوالي 80%. وده هو النظام اللي يجب اتباعه مع عجلات الجاموس للحصول على معدل نمو جيد والوصول الى البلوغ المبكر، وده بيساعد على زيادة انتاجية الألبان في المستقبل.